فلسطين ما شاء الله، خطة حربية تحرير فلسطين. لحظة لحظة لحظة، خلنا أدور شيء، مو تشوف أدور شنب هتلر. كيف زي خبرنا عن هذه الخطة؟ كاتب خطة والله. ها قولنا زين. طبعا فلسطين بها 4 محاور، المحور الأول والمحور الثاني والمحور الثالث والمحور الرابع. زين، المحور الأول المحور المصري، المصري أها. المحور المصري مو عندهم تملك قوة بشرية قرابة 100 مليون نسمة. ما شاء الله، مصر 100 مليون نسمة. ممتاز. المحور الثاني الأردن والسوري. أما الأردن تملك أفضل تخطيط عسكري حربي. الأردن عندها أفضل تخطيط عسكري. أيوة. ممتاز. أما سوريا عندها خبرة حربية لأنها تو طالعة من حرب. ما شاء الله، زين. والمحور الثالث لبنان. الشعب اللبناني الجميل. الشعب اللبناني. ها. في حزب الله عندهم خبرة في حزب الله. وش خبرتهم؟ حروب العصابات والتسلل والتسلل داخل فلسطين. ما شاء الله، زين. حلو. مو يعني الحين هذه معلومات نعرفها، وش في راسك؟ وش تريد انت؟ وش الخطة يعني؟ ما اريد، اريد شرارة البداية. تريد؟ شرارة البداية. مع من؟ من الشعب المصري العظيم. وش تريد منهم؟ اريد انهم يجيوا، الشعب المصري يجيوا ويحطموا الجدار الفلسطيني ويبدوا يحاربوا. من بدوا يحاربوا بيجيوا من الإسرائيليون بيبدوا يحاربوا. وطبعا أريد لبنان في حروب العصابات، عندهم خبرة في حروب العصابات، يجوا يتسللوا. وغزة يطلقوا الصواريخ. زين، يوم يطلقوا الصواريخ غزة أريد منهم الأردن وسوريا يتدخلوا. زين، من بيت دخلوا بتنتهي إسرائيل. تتوقع تنتهي إسرائيل كذا؟ نعم. وش إذا طلبوا مساعدات من أمريكا وغيرهم هذيلا؟ آها، عندنا تركيا. عندنا تركيا. وش تركيا؟ وش بيسوي تركيا؟ طبعاً ما يمكن يجيبوا لك سفن حربية. سفن حربية بيطلقوا صواريخ من البحر ويفجروا.